فاكهة فاكهة آسيوية أعتقد. أوكي شنو اسمها؟ ما أدري فاكهة اسمها. البيتزا قد يعادلها درجة حرارة حتى تستوي؟ طبعا يفضل درجة عالية توصل ل 300 أفضل حتى نحصل على يعني نفس الوقت كريسبي تكون ودرجة يعني قد درجة 300 سيليزية. أوكي شكرا حمود. دونات هاي ها؟ دونات دونات؟ اعطيني صورة الثالثة. قوزي عراقي ها. قوزي؟ نعم. ستيك لحم. ليش هيك الوان صايره؟ درجة الاستواء من الريب اي وال عدد ليرة تقدر؟ يعتقد الاول ريب اي مو اعتقد والثاني توم هاوكس وهيجي. شلون احصل على اللون البني بالكعك؟ ما مر عليه. بس على ما اظن شكر بالشوي. شو اللي تريد تحصله؟ انا بالبدايه انا طالب علوم حاسوب مبرمج. فبالبرمجه لغات البرمجه هي لغه التواصل ويا الحاسوب. فالاكل هي لغه التواصل ويا الناس. وانا اريد اطور لغتي ويا الناس عن طريق الاكل. اطور مهارتي. كمكونات انا اعرفها اي روبيان بس كاكله ما اعرف بس شكلها اكله اسيويه. بس مو عارف هالأكل صراحة. هاي شو اسمه الفريد هاي يعني أي. باستا على كيف هذا الطبق شنو اسمه؟ بس شي بالكاري بس حتى نسيته من التعب والتوتر الله يساعدك. إن شاء الله ماكو توتر. الله يخليك. سجاد أنت مشتغل المطعم قبل؟ أنا طباخ مناسبات فواتح. ها؟ طباخ مال مناسبات فواتح. طباخ مال مناسبات. شو المكون الأساسي لازم يكون بالمطبخ؟ من ناحية البهارات لو شو؟ أي التوابل. الكركم دائما نستخدمه. أي. والبصرة. أي. وين شغلات؟ ليش أنت هنا زيد؟ والله جاي يعني أحب أطور الأكل العراقي لأن إحنا ما عندنا مطبخ قوي دائما مطابخنا مشتركة بكل كل الأكلات سورية لبنانية. زين. يا حبذا لو يجي واحد يطور الاكل العراقي مالتنا. فراوله استوائيه هاي. صوره ثانيه. طاجن هندي. شنو اسم الطبق هذا؟ هذا طبق خلينا نقول كبسي